السلام عليكم، مرحبا بكم وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. اليوم راح نوجد أمامكم وصفة كيكة الأرقام أو النمبر كيك، إن شاء الله راح نحضروها مع بعض، وهي وصفة سهلة وبسيطة خير من نحن نديروين طاقت بلا جينواز ونكتروا على روحنا المراحل. إن شاء الله راح نستعملوا في هذه الوصفة 500 غرام تاع الفرينة مغربلة، لازم دايما في الوصفة تاعنا تكون فرينة مغربلة 500 غرام، في 200 غرام تاع الدهان يكون بحراره المطبخ يكون لين جدا، في 100 غرام تاع سكر غلاس، لازم سكر غلاس ماشي سكر خشن 100 غرام، و75 غرام تاع اللوز مطحون مهرمش ماشي يعني غبره، يكون مهرمش شويه. راح نستعملوا في لاباط تاعنا حبه تاع البيض فقط، وفي الاخير كاع في الاخير نخلوا اللافاني في المرحله الاخيره باش تبقى لنا هذيك النسمه تاع لافانيل. غنستعملوا مغرف صغيره عامره مليح ورشه تاع ملح. غنفوتوا ان شاء الله للتحضير. هاد الكيكه ان شاء الله راح نوجدها لعيد ميلاد ولدي 13 سنه، قلت نحضرها امامكم. بسم الله نبدأ بالفرينه، راهي مغربله، نحطوا معها هذيك الزبده بحاره المطبخ مع السكر غلاس وهذاك اللوز المهرمش والبيض ولافاني نخلوهم لاخر مرحله. دوك راح نخدمها مليح مليح بيدي وندخل مليح هذاك السكر غلاس والدهان مع الفرينه، لازم الفرينه تتشرب لي مليح هذاك اليدام تاع الدهان. ان شاء الله نعاود نرجع لكم. خدمت مليح هذيك الفرينه مع الدهان والسكر غلاس واللوز. دروك انا حليت الحبه تاع البيض تاعي، راح ندير معها مغرف لاباس بها تاع لافاني هكا باش نسملي مليح لاباط تاعي. شوفوا راهي عامره مليح، راح نديرها في البيض. لكن الحاجه الاولى نديروا لهذيك القرصه تاع الملح، نخلطوا شويه ندخلوه مليح هذا عفوا، نخلط مليح البيض تاعي مع لافاني وندخلها في الكيكه في الخليط تاعي الاول النواشف. نحاول ندخلها مليح مليح حتى تلمي العجينه تاعي. لميت العجينه تاعي بهذيك الحبه تاع البيض، وناكد لكم ما لازمش نعجنوا العجينه تاعنا، هذه سيتين بات صابلي ما لازمش تنعجن ولا نخدموها بزاف، غير لو طون اللي نلموها ونخلوها، خاطرش الا عجناها راح تتعلق لنا وفي الكوشه ان شاء الله كي نحطوها راح هذيك لافورم تاعها راح تتكمش وتخسر لنا لا غوسيت تاعنا. انا قسمتها الى قسمين. دونك شنو راح ندير، راح نحل واحد ورق الزبده فوالا، نحط الكره الاولى. شوفوا انا غادي نخدم رقمين ان شاء الله. الاخوات الا كنتوا باغيين تخدموا رقمين ولا تشوفوا لو شيفر يكون كبير ولا تكبروا لا فورم تاع لو شيفر دوبلوا المقادير كما انا اليوم راني صغرت لي بنتي الارقام. شوفوا احنا بغينا لا فورم كيما هكا 13. راح نورق البل هذه الكره الاولى وكي نرسم الرقم هذيك الزوائد اللي بقاو لي نعاود نردهم. نعاود غادي نخدم امامكم الوصفه ودوك تشوفوا، نعاودها غير شويه راهي تتفتت لاني ما خدمتهاش بزاف. نعاود نبلع عليها بالبابي كريسون هذا ونحلها بالحلال تاعي فوالا، نضغط عليها مليح باش الورق الزبده يحكم لي. بسم الله ندخل هذا منا ونهبطها بالعقل لازم السمك تاعها يكون 1 مليمتر باسكو ما فيهاش لافاني باش هكا ما تنقربلناش من بعد كي نبغوا نديروا لي زيطاج. نضغط مليح بالورق الزبده
راني سرحت لاباط تاعي وعاونت روحي بهذا البابي كويسون باش ما تقعدش تلصق لي في الوراق. شوفوا لا فورم تاعها هنايا، هيا الغلظيه تاعها. دوك راح نحط الرقم الاول، راني نقيس على العجينه تاعنا نطلعها مليح، وراح نقطعها على الشكل هذا الرقم بالخف بالخف. نكملوا هذه الوصفه وراح نستعملوا زوج تاع الرقم ثلاثة، يعني راح نقطع رقم ثلاثة وندخل هاد لاباط اللي غادي نقطعها ندخلها في الثلاجة. لازم يكون عندنا المكان يعني في الثلاجة باش نحطوهم يريحوا لمدة 30 دقيقة، لو طون اللي نوجدوا لا كريم تاعنا، لانه لاباط هذه ما لازمش تدخل ديريكتومون لو فور، لازم لها وقت راحة في الثلاجة. والأخوات اللي يكونوا مقلقين يبغوا يخدموها بالخف يديروها 10 دقائق في الكونجيلاتور. فوالا، نتبع الرسم تاعي باش الرقم ثلاثة الأخرى كي نحطها فوقها تجي سوا سوا، تجي نيشان. فوالا، نخدمها غير بالعقل عليها. راهي لاباط هذه راهي حساسه بالقوه، ما تنسوش بلي غادي كي نقلع هاد الزوائد غادي لاباط غادي تعاود تزيد تكون تتفتت. وهاد العجينه اللي راهي باقيت لي نعاود نردها عندي في القصعه تاعي باش نخدم بها الارقام الاخرين. فوالا، دروك نقلع هاد الورقة ونخدم مليح العجينة تاعي. راح نحطها فوق هادي وندخلها للثلاجة، لوحة ولا أي وحدة يكون عندها ان بتي بلا صغير. ولا راح نخدم رقم ثلاثة آخر وندخلها للثلاجة إن شاء الله. راح نوريكم إن شاء الله كيفاش نخدمهم كاع في ربعة مع بعض. راني كملت العجائن الأربعة تاوعي ودخلتهم في الثلاجة، لازم يرتاحونا على الأقل 30 دقيقة في الثلاجة. ونغتنموا الفرصة في نفس الوقت نخدموا لاكريم تاعنا اللي غادي ندخلوها لداخل في النمبر كيك. هذه سيتون كريم بالفخوماج، غنبدلو شوية. راح نستعملوا 200 مليلتر تاع لاكريم ليكيد، ما يعادل كاس كبير تاع لاكريم فريش هذه.
راح نستعملوا علبه كامله تاع الجبن الايطالي. انا اختاريت هذه اليوم، هي في الوصفه الاصليه نستعملوا الماسكاربون، الفرماج ماسكاربون، وهو اللي الثمن تاعه يكون غالي وماشي متوفر في المحلات. البديل لهذا النوع تاع الجبن هو الكيري، والكيري الذوق تاعه رائع جدا، يعني لا يقاوم، لذلك راح ندخلوه في لاكريم تاعنا تاع اليوم. راح نستعملوا 120 غرام تاع السكر غلاس. الاخوات ربما يبغوا الحلاوه اكثر في هذا لاكريم، يزيدوا يوصلوا حتى 150 غرام، لكن هذه يعني ان شاء الله 120 غرام راح تكفيكم ويجيكم الذوق ما شاء الله. راح نستعملوا كذلك في الاخير كي نكملوا لاكريم تاعنا، نستعملوا مغرف كبيره تاع لافاني. وكما والفتوني انا توجور في لي بات او في لي كريم نستعمل لافاني كاخر انغريديون في الوصفه، باش خلينا هذيك النكهه يعني نحسوا بلافاني في الذوق. نبدأ بسم الله. راح نفرغ السكر غلاس تاعي، راح نطلعه بالباتور مع الجبن كاول مرحله. والفرن تاعنا ما لازمش نسخنوه ونخلوه يسخن، مازال ما نشعلوش عليه، لان لاباط تاعنا لازم نطيب على نار متوسطه وفي فرن ماشي يكون حامي يعني فتره طويله، ابل 5 مينوت وندخلوا لاباط تاعنا يطيبوا. راكم لاحظتوا باللي هذيك الكميه راهي كفاتني في الارقام اللي درتهم، وربما الاخوات يبغوا يكبروا الحجم تاع الرقم يضعفوا المقادير في الاول هكا باش ما يغبنوش وما يعاودوش يعجنوا عجينه واحده اخرى. انا راح نطلع هذا بالباتور، لازم يطلع بالباتور اخواتي ماشي بلوفوي، لانه لازم له وقت باش يطلع مليح مليح باش ما تعياوش. ديروا الباتور، انا راح ان شاء الله نطلعها ان شاء الله لمده 5 دقائق على الاقل، نعاود نرجع لكم نشوفوا الكثافه تاعها اللي تسحق تزيد اكثر ولا نحبسوا تمتم. ضربتها لمدة 5 دقائق، ها شوفوا القوام تاعها كيفاش راه، راهي طلعت لي مليح مليح. هكا كي نعاود نزيد عليها لاكريم فخاش ما رايحاش تعاود تخسر لي ان شاء الله. انا نحط لاكريم فخاش على ضربة، بسم الله، 200 مليلتر، غادي نعاود نخفقها يعني مدة 5 دقائق كذلك هكا باش تطلع لي مليح مليح. ما ننساوش ان راه عندنا رقمين، لازمنا لاكريم بكمية. ان شاء الله نعاود ندربها 5 دقائق بالباتر، نعاود نرجع لكم. راني خدمت لاكريم تاعي، طلعتها مليح مليح، خدمتها لمده قريب 10 دقائق. شوفوا القوام تاعها كيفاش راه شاد روحها، لازم تشد روحها مليح لانه عند تركيب النمبر كيك تاعنا راح لاكريم ان شاء الله تكون باينه، ما لازمش تبقى تسيل ولا. وكما قلت لكم لاطخت هذه لازم نخدموها ليله قبل باش تحكم روحها مليح بعد لو مونطاج تاعها، وكن نزوقوها ونزينوها. دروك اش راح ندير؟ راح ندير هاد لافاني ندخلها في هاد لاكريم ان شاء الله، ونخرج هذوك العجينات تاعي الاربعه، نطيبهم على نار متوسطه. كما قلت لكم الفوغ تاعي راني حميتها ابين 5 دقائق، غادي غير ندخل هذه للثلاجه راح تريح هي كذلك، ونطيبهم على نار متوسطه، وراح ياخذ لي من الوقت 10 دقائق فقط في الفرن. لازم تقعدوا حدا الفرن، ما لازمش تغفلوا عليه، لانها اون بات صابلي وما فيهاش لا لوفيغ وما فيهاش بزاف يعني البيض، غادي تنحرق لنا كون نطولوا عليها في الفرن. انا راح نحرك لاكريم تاعي شويه، نبدا ندخلها لافاني وبالجبن كيري راهي ما شاء الله. نبدلو شويه من ماسكاربون وفيلادلفيا، هذوك اللي دائما يهضروا عليهم في لي غوسيت، غير بالكيري، وغادي نديروا وصفه ما شاء الله وتخرج روعه. انا بغيت نفرح بولدي 13 عام، ما بغيتش نشري من برا، دائما نشري لي طاس من برا، ويعني نبينوا لوليداتنا بلي انا تعبنا على هذاك اليوم الميلاد تاعهم. بسم الله، الذوق ما نحكي لكمش راه رائع جدا. هذيك الكميه تاع السكر غلاس راهي كفاتني في هذيك الكميه تاع الجبن وتاع لاكريم فريش. عفوا سمحوا لي راني مريضه. راح ندخلها للثلاجه ونطيب العجينه تاعي ونتلاقاو ان شاء الله للتركيب.
راني يعني طيبت العجينات الاربعه تاوعي وخليتهم بردوا تماما، وهذا وين خرجت لاكخيم تاعي من الثلاجه. لازم العجينه تاعكم تريح بعد الفرن وتبرد، لانه كون حطوا فوقها لاكخيم وهي سخونه راه لاكخيم راح تذوب. راكم تلاحظوا اني بديت نحط لي بتيت غوزاس بلا بوشا دوي، ولازم لا دوي تاعنا تكون اصغر حجم في لاسيغي تاعنا تاع لا بوشا دوي. ونبدا نحطوا دي بتيت غوزاس ونحافظوا على الكميه، ما نضيعوش كل شيء. نديروا غير دي بتيت غوزاس كي من هكا، بسم الله، نخدموا على راحتنا ليله قبل هكا باش هذه النمبر كيك تاعنا يريح. وكي نجيو نقسموه لاباط تكون عاوده تطرات باللو كونتاكت تاعها مع هاد لاكريم، تعاود تطرانا كي تبقى لنا ليله كامله وهي تريح. ونصيحه لاخواتي ولا الاخواني كي بغوا يديروا هاد الوصفه اللي راني نوري فيها لكم اليوم ان شاء الله. واحد كي يكون كبير ما غاديش نحطوا الرقم تاعه، بالك يزعف، ولا نحطوا له شيفر تاع العمر تاعه، نحطوا غير الحرف الاول من الاسم تاعه، يعني هو نمبر كيك. وثاني تفوت فيه الحروف، نحطوا الاسم الحرف الاول من الاسم تاعه هكا، نفرحوه ما نقعوش في مشكل. كنا نحطوا لاش تاعه، غادي نكمل قاعد لو شيفر 3 كيما هكا. وثاني رقم واحد فوالا حتى الفوق، نكمل حتى الفوق. ولازم نتعاملوا مع هذه لاباط اللي راهي طايبه، نتعاملوا بالعقل علينا، ما نخفوش. لكن نبغوا نحطوها هذه في الاول، ولكن نبغوا نعاودوا نحطوا لا دوزيام بات فوقها. لازم ننتبهوا بزاف الى تكسرت لنا، لازم بالسيف باش نعاودوا نسقدوها بلا كريم. فوالا نكملوا كاع كيما هكا، ما لازمش نكبروا الورده. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. كي من هكا راح نكمل كاع هاد الوردات، نعاودوا نتلاقاو. شوفوا كيفاش جا شباب هذوك لي بتيت غوزات، راه ما شاء الله انا عمرتهم مليح. وباش هكا تكون الطبقه باينه تاع الطبقه الاولى تاع العجينه والطبقه الثانيه. ونأكد لكم ان شاء الله كي نبغوا نعاودوا نزيدوا نركبوا الرقم الثاني. انا علاش صغرت الحجم تاع الارقام باش نجم نتحكم فيهم، وكاع هكاك يعني تبقى المرحله هذه تبقى تري سونسيبل. فوالا هم جاوا كيف كيف بنتي، كي رسمت لي الارقام في الورقه خدمتهم مع العجينه قبل وتاكدت باللي راهم سوا سوا. شوفوا كيفاش راهم كيف كيف. غادي نعمره بلي غوزاس، نروح نجيب لو شيفر 3 تانيك وناكد لكم. هذه مرحله يعني اللي قد تكونوا مركزين بها مليح مليح. راني جبت الرقم 3 فوالا، نرفده غير بالعقل عليه. فوالا بسم الله بسم الله، غير نحطو، ما لازمش ندركو عليه، ما لازمش نضغطو عليه. فوالا كيما هكا غير نحطوه، ما لازمش نقعدو نضغطو عليه، ولا خاطش لاكريم غادي تبدا تخرج لنا وتهرب لنا كاع في الجوانب. وحنا لازم لنا هاد الزواق هذا اللي درناه قبيلات بلاكريم لازم يبان لنا. فوالا غادي نعاود نعمر كاع هاد الخوا هذا الفارغ، نعمرها بلي غوزاس، ونتلاقاو ان شاء الله للتزيين الاخير. راني كملت الحمد لله لاكريم تاعي، كملت لي غوزاس، ومن فوقا ماذا بكم تكثروا شويه باش تكون باينه، يعني لاطاخت تاعنا تكون باينه ولاكريم تكون موقفت لنا هذيك لاطاخت، ما تجيش مهوده بالبزاف. وبما انه عيد ميلاد تاع طفل ولد، ما لازمش نحطوا لي كولور بالبزاف. انا ولدي يبغي ذوق الشوكولا، راح نحاول نزوقها لها غير بالشوكولا، ويبغي الاناناس. واذا كانت بنت ماذا بكم تحطوا لي فروي كيما لي فريز، لي فريز هما بالكثره بالكثره ينحطوا في هذا النمبر كيك. ونحطوا لي بتيت غوز كونسومابل يتباعوا عند صحاب الحلويات، لي بتيت غوز غوج ولا موف ولا هكا، باش نديروا الالوان للبنات.
نحطوا لي سماختيز ولا حاجه تكون يعني تجبد العين في لانيفرسير تاع البنات. مي كي كيما ولد نحطوا غير حاجه تاع الشوكولا ان شاء الله غير تعجبه. حسبنا مسكين بلي نسيناه على بها ندير فيها في الليل. وجيسبر تعجبكم هذه الوصفه، راهي سهله بالبزاف. نتبعوا غير المراحل ونردوا بالنا العجينه تاعنا كي نرفدوها، كي سواء تكون قبل الطياب ولا مور الطياب تاعها. هذا ما كان ولا كريم راهي ولا اروع. هاد لاطاخ تكون نشروها برا راح تسقى من مبلغ مالي كبير. اللهم نديروها في الدار نفرحوا بها ويفرحوا بينا وليداتنا، هكا يعرفونا بلي رانا فرحانين بيهم. فوالا بزاف هو يبغي الاوريو، ندير معاها بوغ كاسي لا كولور. نحط معاها هكا نقسمها على اثنين، نحط معاها الاناناس. حاجه كنوجدوها ارواحنا وسيختو المناسبه تاع فرح كي من هادي نكونوا فخورين برواحنا. فوالا غادي نزيد لها شويه رشه تاع شوكولا فيرميسيل كولور هكا باش ما تبقاش اللون يكون بزاف قاصح. كما قلت لكم في البنات نديرو دي بتيت غوز ولا سورتو بور لي البنات الصغارات. فوالا راح نجيب الشوكولا فيرميسيل ونكملوها ان شاء الله. راني زدت لها شويه الشوكولا فيرميسيل هذه تاع لي كولور هكا بور كاسي لا كولور. انا جاتني شويه يعني فونسي ما بغيتش تبقى لي هكا. فوالا باش يعني تتميز انها من طاخت الولد صغير ماشي واحد كبير. فوالا ان شاء الله تكون وصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، وان شاء الله يا ربي التزيين هذا يكون نال اعجابكم. انا شويه في التزيين يعني ما نعرفش بزاف في التزيين، ان شاء الله نتوما تجربوها وتكون تخرجكم افضل ان شاء الله. نشكركم جزيل الشكر على الثقه اللي راكم واضعينها فيا، ونتمنى دائما يكون في المستوى تاع المشاهدين التوعي تاع القناه. ونشكركم بزاف على اللي راكم تتبعوني وتعطوني التعاليق يعني تشجيعاتكم، والله العظيم هذه حاجه تشرفني وتزيد تخليني نزيد نبحث باش نلقى وصفات اللي تعجبكم. ولا كنتم من الزوار الجدد مرحبا بكم، ان شاء الله هذه الوصفه تشجعكم باش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس ان شاء الله، وكثروا لي اللايك ان شاء الله وتكبر القناه ولما لا توصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. نبقى لي نقول لكم الله يدوم الافراح في بيوتكم ويخليكم احبائكم وعائلاتكم ان شاء الله. ليله سعيده والسلام عليكم.